السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم كل خير معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية اليوم بإذن الله تعالى متواجدين في منطقة شاملك حتى نعرض لكم فله جميلة جدا ومرتبة داخل مجمع سكني، طبعا مجمع سكني المساحة فيها كبيرة عدد الفلل ما شاء الله تبارك الله عدة، فيها خدمات راح تشوفوها الآن معنا بإذن الله تعالى من ألعاب أطفال، جلسات عائلية، حدائق، خدمات موجودة أيضاً بالإضافة إلى بوابة إلكترونية، حراسة أمنية مشددة موجودة دائماً وأيضاً كاميرات مراقبة. وحراس موجودين عند الفلل باستمرار طبعا المنطقة اللي احنا موجودين فيها الآن هي قريبة من قصر أتاتورك تعتبر بالتالي منطقة سياحية طبعا قصر أتاتورك تبعد عن ميدان طرابزون ما يقارب من خمسة إلى سبعة دقائق تقريبا فبالتالي الموقع صاير مركزي طبعا الموقع يجمع لكم بين الهدوء والإطلالة والحداثة والفخامة الفلة اللي راح نشوفها معاكم مساحتها 210 متر مربع مبنية يعني هي ثلاث طوابق مميزة مؤثثة أثاث فخم جميل جدا إمكانية البيع بالأثاث ومن دون الأثاث اتفضلوا معنا نشوفها على أرض الواقع اتفضلوا معنا نشوف العرض اللي راح نعرضها لكم هي عبارة عن فيلا صراحة جميلة ومدخلها مستقل طبعا هي داخل مجمع لكن مدخلها صاير مستقل من خارج المجمع اتفضلوا معنا طبعا المدخل مستقل هذه البوابة الأولى زي ما انتم شايفين هنا عندي مساحه كبيره تقدروا تزرعوا فيها انواع الزهور طبعا بالنسبه للحديقه مقسمه الى قسمين راح نشوف القسم الاول تفضلوا معانا هنا عندنا القسم الاول مساحه كبيره ما شاء الله تبارك الله تقدروا تزرعوا فيها انواع الخضار اذا تبغوا الفواكه تقدروا تزرعوا جميع انواع الزرع طبعا هنا عاملين عازل وحاطين فيها اضاءات جميله ملونه مثل ما انتم شايفينها حتى يكون العازل يعني يعزل عن الجار اللي موجود بالقرب طبعا تقدروا تشوفوا معي مساحة الأرض مساحة جيدة وتعتبر واسعة مقسمة نصفين النصف الثاني مدخلها من الجهة الثانية راح نشوفها معكم اتفضلوا راح نروح للجهة الثانية مساحة الأرض ما يقارب تقريبا 350 إلى 400 متر هنا عندنا القسم الآخر طبعا القسم الثاني هذا نقدر ندخل فيها مباشرة إلى البلكونة المغلقة اللي راح تشوفوها معنا في الفيديو ونقدر ننزل للحديقة الثانية اللي فيها الجلسة ولها أطلالة جميلة على الطبيعة ولها أطلالة على البحر طبعا عندنا الجلسات هذه جلسات اللي هي البامبو طبعا هذه طبعا ضد الماء في حال إذا جاءت أمطار ولا شيء تبقى في الحديقه ما راح يصير عليها اي مشكله، عاملين يعني ممر جميل عاملينها بالاحجار الطبيعيه، هنا عندنا ايضا جلسه ثانيه جميله جدا، ونقدر نشوف معاكم هذه المساحه الثانيه، طبعا ايضا تعتبر مساحه كبيره تقدروا تستغلوها على حسب رغبتكم، طبعا هو مستغلها حاط فيها العاب يلعب فيها مع الاطفال مالك الفله، طبعا الارض من تحت عندنا النظام اللي هو الحجري فبالتالي القواعد فيها البنية التحتية فيها قوية جدا اتفضلوا معنا ندخل ونشوف الفلة من الداخل ونشرحها لكم بالتفصيل طبعا عندنا الديكورات الحجرية هذه أيضا جميلة معطية منظر جمالي للموقع طبعا فلة رقم سبعة اتفضلوا معنا نشوفها على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا دخلنا الآن داخل الفلة مثل ما انتم شايفين مساحة جميلة والمالك ما شاء الله تبارك الله مستغل المساحات بطريقة جميلة جدا حتى الديكورات اللي موجودة أيضا جميلة ومناسبة، طبعا عندنا الدولاب هذا للعبي والأحذية مثل ما انتم شايفينها مجهزة بالكامل فيها أربع بوابات تقريبا والمساحة اللي داخلها تعتبر مساحة كبيرة أيضا. طيب التدفئة مثل ما ذكرت لكم تدفئة مركزية هنا عندي جهاز التدفئة أيضا مسكرها بديكور جميل جدا وعندنا هنا لوحات يعني فنية جميلة جدا على يميني هنا عندنا جلسة صغيرة مع المراية هذه أيضا معطية شكل جمالي للمدخل طبعا الأرضيات فيها سيراميك 60 في 60 تقريبا وهنا على يساري مباشرة عندنا دورة المياه رقم واحد تقدروا تشوفوها معايا طبعا مرتبة ما شاء الله تبارك الله الفلة نظيفة من الداخل هذا دورة المياه الأولى وهنا طبعا عندنا الموزع أول شيء على يسارنا عندنا المطبخ أيضا مجهزة بالكامل تفضل نشوفها مع بعض طبعا المطبخ الأرضيات فيها باركي حتى تحافظ على التدفئة وأيضا عندنا لون الجدران اللي هو لون السحاب فلون البوي أيضا مميز عندي المطبخ مجهز بالكامل نقدر نشوف معاكم عندنا هنا الثلاجة بالإضافة إلى الفرن طبعا الدواليب ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة والحجم فيها كبير بحيث أنها تأخذ أغراض كثيرة عندنا طقم الفرن جاهز، غسالة المواعين أيضا موجودة، وهنا عندنا طقم اللي هي أجهزة الكافي والأمور هذه، وعندنا الدواليب هذه مساحة جيدة وديكور جميل أيضا. طبعاً هنا طاولة طعام تكفي تقريباً ست أشخاص، ماخذة ركن في المطبخ، مثل ما ذكرت لكم مساحة طيبة جداً. طبعاً إجمالي مساحة الفلة 210 متر مربع على ثلاث أدوار، وعندنا يعني نقدر نقول ثلاث أدوار ونصف. منها نخرج للبلكونة. طبعا البلكونة هذه مغلقة بالكامل المالك عمل لها يعني قزاز وسكرها بالكامل بحيث انكم تقدروا تستغلوها في ايام الشتاء وتقدروا تفتحوها بالكامل في ايام الصيف فسايرة مثل غرفة اللي هي السفرة عندنا ايضا طاولة هذه الطاولة تقدروا تستخدموها في الحديقة الخارجية لانها هذه يعني ضد الماء ما تصير لها اي مشكلة اذا جات امطار او اي شيء مثل ما ذكرت لكم طبعا مساحه كبيره جدا هنا عندنا ديكور حجري ايضا بالاضافه انه لنا اطلاله على الحديقه الخارجيه من البلكونه اللي انا موجود فيها حاليا لو تلاحظوا معي طبعا ما شاء الله هو يحب الزرع في جميع يعني الغرف والبلكونات ما شاء الله عنده انواع زرع جميله جدا مرتبها بطريقه ايضا جيده هنا عندي بوابه تخرجني للحديقة الخارجية تقدروا تشوفوها معايا أيضا مرتبة ما شاء الله تبارك الله في درج تنزلنا على الحديقة الخارجية طيب اتفضلوا معانا طبعا ما ننسى انه عندنا هنا الشبك تبع النامس هذه ايضا موجودة يعني الفلة جاهزة بالكامل والبيع ممكن بالاثاث وممكن البيع من دون الاثاث لكن الاثاث صراحة مرتب على حسب الفلة اتفضلوا معانا طبعا نجي ايضا مره ثانيه للمنطقه الموزع عندنا هنا تحت منطقه اقدر اوريكم اياها طبعا هذا مخرج لمنطقة اللي هي التدفئة جهاز التدفئة موجودة هنا برا وهنا عندي منطقة هذه يعني مستخدمها تحت الدرج بطريقة جميلة جدا عاملها مثل المستودع ومنطقة تحطوا فيها الأدوات الزائدة منها نطلع للصالة طبعا هذا اهم جزء داخل الفله ايضا مستغلها بطريقه جميله جدا يعني نوعيه الاثاث نوع هادئ ومودرن مثل ما هذه المنطقه هنا عندنا اثاث ركن على حرف ال الجدران فيها ديكورات جميله جدا مثل ما هذه طبعا كلها اضافات عاملها مالك الفله وايضا عندنا اضاءات جميله طبعا عنده شغلات يعني قديمه نوعا ما لكنها يعني صراحة معطية جمال للمنطقة زي الجهاز هذا اللي تحت التلفزيون اللي هي الطاولة وعندنا الطاولات القديمة هذه طبعا هو يقول انه هذه وارثها مثلا وما هي من ضمن الأثاث لكن أغلب الأثاث اللي شايفينها هذه من ضمن الأثاث يعني يقدر يبيعها مع الفلة طبعا هنا عندنا طاولة طعام كبيرة تكفي تقريبا ثمانية أشخاص وعندنا هنا اللي يسموها حقت الزينة هذه اللي فيها الصحون والكاسات مثل ما انتم شايفين لوحات جمالية موجودة وأيضا هو عازف ما شاء الله تبارك الله عنده هنا البيانو أيضا موجود الأرضيات في الصالة نظامها باركي حتى تحافظ على التدفئة ولون الباركي جميل صراحة طيب نتوكل نطلع للدور الثاني نشوفها معاكم بالتفصيل اتفضلوا معنا طبعا الدرج عندنا اللي هو الرخام لكن هو مغطيها بالفرش فصايره ناعمه وجميله عندنا المنطقه الوسطيه هذه ايضا مثل ما انتم شايفين فيها ديكورات جماليه ولوحات جميله جدا ما شاء الله تبارك الله نطلع للطابق الثاني طبعا الفيلا تتكون اجمالا من خمس غرف بالاضافه الى ثلاث دورات مياه وعندنا تقريبا اربع بلكونات نتوكل نشوف الغرفه رقم واحد طبعا هذا غرفة الابن او غرفة الشاب مساحة مميزة سرير تقريبا مية في اثنين وعندنا هنا طاولة كمبيوتر وعندنا الدولاب ماخذ ركن فمثل ما انتم شايفين مساحة جيدة جدا وهنا عندنا تلفزيون مع دولاب للكتب هذه الغرفة رقم واحد الارضيات ايضا باركي نروح للغرفة رقم اثنين اللي هي الغرفة الرئيسية ايضا عندنا هنا السرير طقم كامل بالإضافة هنا عندنا التسريحة وجلسة جميلة ومنها لنا مخرج للبلكونة الجانبية طبعا البلكونة الجانبية أيضا مساحتها جميلة وهنا عامل ديكور ما شاء الله تبارك الله فيها ورق جدران عاملها مثل منطقة مخفية توديكم إلى غرفة تغيير الملابس ومنطقة جميلة وجيدة ما شاء الله تبارك الله منها نتوجه إلى الغرفة رقم ثلاثة طبعا هذا أيضا غرفة مساحتها جيدة الأرضيات فيها باركيه تقدروا تشوفوا معايا هنا السرير غرفة الأبنة ما شاء الله وعندنا دولاب مساحته أو حجمه كبير جدا فيها تقريبا ثمانية أبواب بالإضافة إلى إطلالة جميلة جدا تقدروا تشوفوها معايا بسم الله الرحمن الرحيم نطلع نشوف الإطلالة طبعا مساحة البلكونة متواضعة نوعا ما لكن تكفي فيها طاولة لأربع أشخاص بالإضافة مثل ما انتم شايفين إطلالة على مزارع البندق وعندنا إطلالة كاملة على البحر وعلى مدينة طرابزون من فوق طبعا المنطقة هذه قريبة من قصر أتاتورك فبالتالي صايرة منطقة سياحية ومجمع كامباوند سكني متكامل اتفضلوا معنا هذه الغرفة رقم ثلاثة شفناها معاكم نتوجه نشوف هنا عندنا دورة مياه رئيسية هذه اللي تخدم الدور بالكامل بالإضافة أنه عندنا هنا دولاب مثل ما شايفين عاملها بشكل مخفي على الجدران فممتازة جدا هنا عندنا دورة المياه صراحة التنسيق أيضا جميل جدا هنا عندنا المغسلة بالإضافة أنه هنا عندنا البانيو ومساحتها كبيرة أيضا وهنا عندنا أرفف وعندنا الدواليب هذه اللي تخدم دورة المياه هنا عندنا الكلوزيت اللي هو الأفرنجي خلف الباب مباشرة طيب هنا عندنا البلكونة مثل ما انتم شايفين هذه البلكونة رقم ثلاثة اللي هو في الطابق الثاني، الطابق الثاني عندنا فيها ثلاثة غرف ودورة مياه وثلاث بلكونات ما شاء الله تبارك الله. نتوجه للطابق العلوي أيضاً هنا عندنا لوحات بالإضافة إنه عندنا نافذة هنا تجيب ضوء داخل الفلة وتنور المكان. طيب نطلع نشوف الطابق الثالث طبعا على يميننا مباشرة عندنا الغرفة نقدر نشوفها مع بعض طبعا الغرفة هذه مساحتها متواضعة لكن سقفها جميل فيها السقف الخشب وبالتالي أيضا المنطقة هذه لها إطلالة داخل المجمع حاطين فيها الزهور مثل ما شايفين ما شاء الله تبارك الله ومنها نشوف هنا عندنا دورة المياه هذه اللي تخدم الدور بالكامل عندنا الكلوزيت بالإضافة إلى المغسلة وأيضا هنا عندنا الشاور كابين بطريقة جميلة ومرتبة أيضا طبعا نظام التدفئة موجودة في جميع الأدوار وفي جميع الغرف في الممرات أيضا هنا عندنا الغرفة رقم خمسة والغرفة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله مساحتها كبيرة جدا والسقف فيها طبعا نوع من الانعواج وهذه معطية منظر جميل للمنطقة هو مستخدمها كغرفة يعني للرياضة يتمرن فيها عندنا جهاز المشي الدامبل والأمور هذه وأيضا عندنا هنا سرير لشخصين أيضا موجودة في المنطقة هذه طبعا كذا اكتملنا شفنا الثلاث غرف آسف الثلاثة أدوار الخمسة غرف كاملة طبعا حاليا راح نوريكم عندنا غرفة في السطح مستخدمها كغرفة يعني للسينما لو تلاحظوا معايا تقدروا تنزلوها طبعا هذه تتسكر بالكامل بحيث انها يعني تصير قطعة من السقف ما راح تكون باينة ابدا تقدروا تنزلوا الدرج بالطريقة هذه طبعا الدرج هذا يتحمل الى وزن تقريبا 130 كيلو لما تطلعوا فوق طبعا هو ما شاء الله تبارك الله عاملها غرفة اللي هي غرفة السينما حاط فيها جلسة ومجهز منطقة فيها يعني مكان تحطوا فيها تلفزيون للبلايستيشن للسينما فصايرة منطقة جميلة جدا وكذا أعطيناكم تفاصيل كاملة الفلة إذا ناسبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد والأسعار والتفاصيل موجودة أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته